اهلا وسهلا بالجميع مره ثانيه. حنكون مع شركه شيكال لتامين السيارات. نزعج جدا انه تكون معنا استاذه غاده احمد مدير اداره مطالبات السيارات. اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا. اهلا بك استاذه عريجه الطاهر رئيس قسم تامين السيارات. اهلا وسهلا. اهلا بكم. طبعا ده موضوع خطير ولطيف في نفس الوقت. يعني استاذه عريج خلينا نبتدي بمفهوم تامين السياره. زول لما نيجي يأمن عشان المخاطر اللي بتحصل من سرقات ولا يعني يكون برضو قدر الله ده لما ننزل مع خلاص، لكن الواحد برضو يعمل بالأسباب، فنتكلم في الجانب ده ونفهم برضو الناس أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. تأمين السيارات والله بقى من أنواع التأمين الهامة جدا. لازم الواحد يأمن سيارته ومركبته عشان في طبعا توسعت في انتشار واسع جدا للاستخدام، بقت تقريبا ضروره من ضروريات الحياه شبه كده، فبتساعد الانسان في انه يوفر زمنه ويوفر الجهد والتعب، سواء كان العربيه دي بتستخدم مثلا لاستخدام شخصي او نقل بضائع في حركته، فلازم يكون عليها تامين عشان يضمن شنو سلامته وسلامه الغير باذن الله. فالتأمين عندنا نوعين، تأمين الطرف الثالث اللي هو ده بيسموه هسه الإجباري. ليه؟ لأنه الدولة ملزمة الناس بأنها تأمين الطرف الثالث ده لسلامة المسؤولية المدنية، لسلامة مثلا أي شخص في الشارع أنت اصطدمت به وممتلكات ضد الغير بيسمى. فكانت الدولة لزمت الناس به في قانون المرور تقريبا سنة 83 مادة 58. الشركة بتلتزم بأنها تعمل تغطيات بموجب التأمين ده، بمجرد أنك أنت قمت جيت ودفعت نظير مبلغ مالي أو بنسميه الاشتراك، الاشتراك المؤمن له، فإحنا بنقدم له التغطيات. نعم. أستاذة غادة، يعني جالي سؤال، يعني إنه في تغطيات إضافية؟ أيوة في تغطيات طيب إضافية. طيب نتعرف عليه. أي في التأمين التكميلي، في اللي هو زمان كان اسمه الشامل زي ما قلنا قبل شوية، أيوة هسه أصبح اسمه التكميل، لأنه أنت بتعمل طرف ثالث براو تكمله لشامل أو لتكميلي. في تغطيات إضافية، يعني في تغطيات أساسية اللي هي التصادم والحريق والسرقات، وفي تغطيات اضافيه تغطيه الشغب والاضطرابات، يمكن تكون سمعتوا عنها في الفترات اللي فاتت، من التغطيات اللي بقت رائجه والناس بقت تفهمها. نعم. بقت تطلبها. زمان كان في الجامعات والحاجات دي، الشغب دكاتره الجامعات هم اللي كانوا بيامنوا الشغب والاضطرابات عشان اي ضرر بيحصل في المظاهرات والحاجات دي. فهسه الناس بقت راغبه شديد تغطيه الشغب والاضطرابات، يعني هي ممكن تقول عليها منتج من منتجات التامين. انت بتقوم تشتريه وبعد ما تامن التامين الاساسي بتقوم تشتري تغطية الشغب والاضطرابات. ونحن في شيكان عندنا المبلغ القيمة بتاعتها ما كثيرة، بالذات للناس زبايننا بنديها لهم ببوينت 5 تقريبا أو أقل من كده، وفيها تعامل كثير مع الناس. الحاجة الثانية من التغطيات الإضافية تغطية الصيانة أو الإزبيرات عند الوكيل. يعني ليلى نجود عندها عربية مشترية على زيرو، عربيتها وعاجبة ودار تصين عند الوكيل، بتيجي تقول يا جماعة أنا كان حصل لي حادث، وبرضو عائشة برضو ممكن عربية جديدة على زيرو إن شاء الله يلا بنقوم نعمل لها التغطية. بتشتري التغطية اللي اسمها الصيانة عند الوكيل، أول ما يحصل لها حادث لو ربنا قدر يعني بنقوم نحولها للوكيل، سواء كان الوكيل السهم الذهبي البربري دال، أول ما يحصل لها حادث بنقوم تجيب مستنداتها بنحولها للوكيل. دي التغطيات الإضافية أنت بتطلبها. أنا بطلبها. طيب الرئيسية شنو؟ الرئيسية ممكن أنتوا الاثنين نشارك في الونسة. يعني أنا حاضف للتغطيات الإضافية دي إذا أنت جيت ربطة مثلا في المنطقة فيها حروب أهلية. في تغطية لأخطار الطبيعة برضو، إذا طلبت مثلا غطيت مياه الأمطار والفيضانات دي مستثنى بموجب وثيقة التأمين، إذا شروط المستثنى في وثيقة التأمين، إذا أنت طلبتها بنعمل لك تغطية إضافية بغسط إضافي أو بنسبة معينة بتحديد الشركة حسب المنطقة مثلا والخطورة الموجودة فيها، إذا كانت حرب أهلية مثلا أو أيوة. كانت منطقة بتاعت زلازل فيضانات، منطقة بتاعت أمطار كده، شجرة وقعت لا قدر الله أيوة. مثلا لا ما ممكن ما في جامعتي خيالك واسع فشنو بنقوم بنضيف التغطيات الإضافية دي، هي بغسط إضافي
بنسبه معينه بتتحدد بتتعمل ان شاء الله. انت عارف انا ليه قلت الكلام ده؟ لانه في زميله يعني لينا وصديقه برضو كانت ماشيه في امانه الله في هواء جلوه كداك هواء شديد ففي دي اختار الطبيعه. اي اختار الطبيعه هي عشان كده قلت لك لو قدر الله شجره وقعت مثلا وقعت الهواء الشديد اللي امينه ما شاء الله. طيب الرئيسي التغطيات الرئيسيه عندنا في التامين الطرف الثالث الإجباري اللي هسه تكلمنا عنه ده بيكون بغطي الغير يعني ما غير مستخدم السيارة أو مالكها. إذا اصطدمت بشخص اصطدمت بعمود في الشارع مثلا تسببت في ضرر للغير في تغطية اللي هي بموجب هذه الوثيقة احنا بنقوم بنقدم التغطية طالما انه التامين ساري حادثه دوغه اثناء فتره سريان التامين وعندنا شروط كثيره للتغطيه دي وعندنا لها برضو استثناءات بنغطي مثلا الاذى الجسماني يمكن يكون كمان الوفاة. يعني يمكن اقاطع خط ناري التغطيه في التامين الطرف الثالث غير محدوده يعني في التامين التكميلي يعني انا حدي معك لحد ما العربيه دي الله غدرت لجنات انا بديك مبلغ اللي تامنت بيه وكده خلاص التامين كده انتهت الوثيقه انتهت وبتيجي تامن ثاني تامين جديد لكن في الطرف الثالث المسؤوليه غير محدوده ممكن انت تتسبب في حادث الله لا قدر لبص فيه 48 راكب يكون افرض النازل كلهم حصل لهم الله لا قدر وفاه انت حتعوض البص وحتعوض الركاب والاذى الجسيم الوفيات والاذى الجسيم ممكن يصرف اكثر من الوفيات لانه العلاج ممكن يصرف اكثر من مبلغ الديه. صح. في الطرف الثالث المسؤوليه ما محدوده غير محدده. طيب عايزين نفهم مساله التحمل والاستهلاك. التحمل والاستهلاك يمكن نرجع لاداره المطالبات في شركات التامين هي الاداره المنوط بها تعوض الناس اللي حصل لهم حوادث. يلا شنو؟ هي اداره تسويقيه ما انت جيت امنت دفعت اقساط زي ما انت كنت مامنه جيت امنت ودفعت اقساط انا دار اعرف لو حصل لي حادث خلاص دي المصداقيه بتاعتك دي اختبار أيوة. للمصداقيه انت حتعوضني ولا ما حتعوضني اذا انت عوضتني بالنسبه لك تسويق لك انت يعني انا اقول مشيت شركه شيكال للتامين والله وامنت وحصل لي حادث والناس دي عوضوني ممكن عائشه تجي بعدك تقول خلاص انا دار امن في الشركه دي لان نجود قالت كده ده تسويق لك حمايه بعد كده التعويض ان شاء الله في المطالبات التعويض والاكتتاب الاثنين وجهان لعمله واحده زي ما بقول طيب في اطار المطالبات والحاجات الزول لو حصل لك قدر الله وجاكم كيف الحاجات بتمر بسرعه يعني ولا انا حاخد فتره طويله عشان انا تقوموا تسلموني عندنا باقي سؤال بتاع اي ما بعدين هنا لانه انا ما احنا نفسي بنتونس على فكره دي ما اسئله وجواب دي كده ونس ظريفه فعلا فعلا تفضلي تفضلي كملي يا استاذه يلا عندنا قالت الاستهلاك والتحمل في اي وثيقه من وثائق التامين طبعا اصلا التامين الرعايه بتاعته بيرعاوي الجهاز القومي للرغابه على التامين يعني هو الراعي لشغل التامين في شركات التامين كلها في السودان هنا يعني القوانين واللوائح والالتزامات بتجي من مراقب التامين بقول لك مراقب التامين خلاص مراقب التامين بيكون محايد يعني داير حق الشركه وحق العميل يعني بيكون حريص انه الشركه ترضي عملاء بيكون حريص انه العميل ما يدخل على حق الشركه لانه اصلا التامين عباره عن صندوق فيه اشتراكات كل زول بحسب الاشتراك بتاعه بياخد تعويضه خلاص يلا لما تجي يحصل لك حادث انت اسبيرك المركب في العربيه بيكون يعني مستهلك ايوه انا هعوضك باسبير جديد الاستهلاك ده بيكون انا اخد فريق ايوه نسبه بين القديم والجديد والنسبه دي ممكن تختلف عندنا في شيكان بتختلف يعني النسبه ممكن زول بعد يحصل له الحادث ويجي معه والله النسبه دي كثيره وكده احنا اكراميا بنخفضها له في ناس بينعفيم ما عشان كده احنا بنحدد النسبه دي وبغل العربيه ذات موديلها عمرها كم يعني ممكن تكون عربيه انت عملت على الزيرو ما حشيل منك استهلاك في السنه ذاتها انا هنغير لك اسبير جديد جيت نبيع عربيه موديل قديم سام عليكم برضه اشمعنى يعني عشان جديد لا برضه بيجي بيقول يا جماعه عنده تقدير بيجي بيقول يا جماعه انا والله الاستهلاك ده كتير علي انا ما قادر ادفعه وشايف الظروف بقت صعبه كده
خلاص بنقول لها اكتب طلب قول كلامك ده بيقوله بنوديه ويخفضوه، ممكن يمكن الاستهلاك يعفوه تماما. يا سلام. وده نوع برضه يا هو زي ما قلت لك يعني المطالبات تسويق. يعني العميل لازم تديه اطمئنان انه يطمئن انه حاجته دي انت مقضيها له كامله يعني. صح. هي ما اسمع الخلع اللي بتحصل مثلا لا قدر الله حادث ولا قزازة اتكسر ايا كان، سؤالي اللي كان قبل ممكن برضو حضراتكم الاثنين تردوا عليه، انه التعويض ده في نفس اللحظه، في نفس اللحظه يعني ليه؟ لا اسي لو زول الازبير انتم بعد ذاك بتقوموا توجهوه لمحل معين مثلا على اساس انه يصلحوا ليه، ولا كيف بيتم الموضوع ده؟ كيف بيتم التعويض؟ سيستم ونظم بنتبعها احنا في سداد مطالباتنا. يعني انت لما تجي عندنا اجراءات لازم تتعامل في كليم فورم انت بتملاه، وعندنا حاجات كثيره سيرفي بواسطه المهندس بتاعنا. أيوة. بتاع الشركه. بنطلب فواتير مستندات، اذا اكتملت مستنداتك دي بسرعه بننجز لك بس سريع يعني حاصلين على مواصفات. يلا يلا مرات الجوده وعندنا مراجعه داخليه في الشركه. ايوه شو مرات بنعفيك ذات من البلاغ، من البلاغ بتاع القزازة عند قزازة اتكسر. احنا ما خلاص شفنا لما انت تجد، اما انت شفنا العربية، العربية كان قزازة سليم، لما انت تجد تبلغ المهندس بيمشي يشوفه بيلقى قزازة مكسور، خلاص انا محتاجة البلاغ، مو محتاج امشي للشرطة ولا ايوه امشي اجرجر في المكاتب واجيك تعبان واجيك فتران واقوم زهجان فيكم ومضايق فيك. لا طوالي عندك قزازة اتكسر خلاص منك تجيب لك تمشي بخطاب لمتعهد القزاز بركب لك قزازك، ممكن في يومك ذاته يركبوا لك. سي انك انت ما ركبت القزاز في يومه، عندك قزاز بتاع باب وانت مستعجل وقزاز الباب ممكن يؤدي لسرقة العربية، تمشي تركب قزازك تربط قزازك وتجي تجي للشركة تجيب الفاتورة بتاعتك الشركة تسدد لك بمنتهى حسن النية، لانه ده من الحياة الأساسية في التأمين، في منتهى حسن النية. أنا مشيت ركبت قزازي عشان العربية خايفة تسرق، والعربية إذا سرقت برضه مسؤوليتي بتكون صح. علينا نحن. أيوة صح. أنت كده يعني وغيتنا من خطر أكبر. بتركب قزازك وتجي تاخد فاتورتك. عايزين نفهم يعني مسألة الشرط النسبي في التأمين. الشرط النسبي هسه يمكن بقى واضح بعد التضخم بقى العالي في الأسعار، أسعار العربات. أنت بتقوم تأمن عربيتك في بداية التأمين بمبلغ معين ودافع ليه على أساس وقصد معين. لما يحصل الحادث انا بلقى مبلغ العربيه دي في السوق زاد، واسعار الاسبيرات زادت، فبالتالي شنو في نسبه انت بتتحملها زي النسبه بتاعت الاستهلاك، انه انت دافع لي قسط لمبلغ تامين معين لمبلغ عربيه معين. بتجي بعد الحادث المبلغ ده بيكون زاد مبلغ التامين ده. وبرضه على فكره فيه تخفيض وفيه اعفاء في شركه الشيكات للتامين، يعني ممكن نعفيك ممكن نخفضه لك. ممكن يكون ما في تضخم ما في اي انفليشن وانت جيت امنت دون الكفايه اصلا، عارف عربيتك دي ب 100 قمت امنتها معي ب 80، انا بقوم الفرق ده طوالي بضع لك انك انت وثيقتك دي خاضعه لتطبيق الشرط النسبي. لما تجيني بقوم بطبق فيك الشرط النسبي اللي هو بيشوف شنو، بشوف القيمه السوقيه الحقيقيه اللي هي ال 100 دي، بقوم شنو بديك مقدار الخساره من القيمه الفعليه دي. صحيح صحيح بتضرب. جميل. في موضوع التأمين ده والناس المفترض انه دي ثقافة مهمة والزول لازم يأمن عربيته، يعني انت ممكن تكون قاعد كده يقوم يقول لك أمنت ولا ما أمنت، أمن قدر الله ما أعرف ممكن العربية دي تتحرك. هنا ذاته في موضوع الحريق طبعا بيختلف عن السرقة، بيختلف عن الحاجات دي. قبل لما بدينا الكلام عن التغطيات ما تمينا وتكلمنا عن الطرف الثالث. أيوة. اللي هو قمنا قلنا مسؤولية مدنية تجاه الغير، عشان كده لكن التأمين التكميلي بغطي العربية ذات المركبة والتلف اللي بيحصل فيها نتيجة حادث مثلا اصطدام انقلاب حريق سرقة، ده كله عندنا مغطى في الوثيقة بتاعت التأمين التكميلي دي. وبعد ذلك بنشوف مثلا التلف ده ممكن يكون جزئي وممكن يكون كل. أيوة. العربيه كلها خلاص تلفت حرقت كلها بقت توتال لوس. احنا بعد ذاك عندنا ده اجراءات ثانيه وشروط ثانيه. اني انا ليه اريد لك والله العظيم بتخلي كميه من الناس يعني انا عندي عريج انا اللي قاعده الموضوع محلول ما في اي مشكله مطالبات ان شاء الله ما عندك اي مشكله ان شاء الله. في كلمه اخيره حابين تقولوها؟ والله لو في كلمة أخيرة إنه إحنا بننبه العملاء تبعنا كلهم إنه يجوا يعدلوا أسعار التأمين بتاعت المركبات بتاعتهم. أيوة. ولو عندهم أقساط يجوا يسددوها من الشركة. وطبعا ممكن أنت تكون يا دوب أمنت دفعت القسط الأول الأساسي، حصل لك حادث أصلا أقساطك مجدولة، ما بنقول لك ادفع القسط كامل، لا طالما الأقساط مجدولة بمنتهى حسن النية إحنا بنصل لك وأنت أقساطك ماشية مجدولة. حابة تقولي حاجة برضو أسامة؟ احنا بنشجع الدفع الكاش دايما، يجيونا ناس ان شاء الله طالب يدفع لنا كاش احنا هنعوضهم سريع. ده بالمناسبة
كل ما يعني العملاء يدفعوا اكثر كل ما المطالبات دي تطلع، لان شنو بيكون في سيوله متوفره بنقدر نسرع بها الاجراءات. وان شاء الله كل زول ما مأمن في شيكان مرحب به في شيكان يجينا حنأمن له وحنحميه وان شاء الله حنعوضه تعويض كافي. احنا هنا للكتاب وقاضي المطالبات ومرحب بكم. يا سلام. بعيدا عن اتفضل حابه تقولي حاجه؟ كلمه اخيره. عندنا في الشركه وفر حينزل في الايام الجايه. أيوة. انه اي زول يامن بالقيمة السوقيه بتاعته الحاليه الحقيقيه للعربيه ويدفع لنا كاش نحن حنعفيه من الشرط النسبي، نطبق الشرط النسبي. الكلام ده خلاص يعني. انا كان سؤالي بعيدا عن الحاجات اللي كنا بنتناقش فيها، البعد الانساني اللي انا لمسته يعني في شركه شيكان والاهتمام بالعميل ومدى انه الزول يكون حاصل له لا قدر الله حاجه وانتم تقدروا انكم انتم تمتصوا هذا الخوف او هذا القلق والتعامل معه باريحيه، الى اي مدى برضو على صعيدكم انتم الشخصي بيدي مساحه بالرضا؟ استاذه اريم استاذه غاده. والله طبعا كل ما الانسان سعد له انسان في اي حاجه في الدنيا دي هو بيحس بانه هو يعني بذل مجهود من اجل الغير. انت لما تيجي تامن، احنا طبعا تامين هذا تعاوني يقوم على اسس اسلاميه بتعتبر تبرع. انت تيجي تتبرع بقصدك ده، اذا انت لا ما حصل لك حاجه الحمد لله خلال السنه بيكون غيرك انت تضرر، فانت بتكون ساهمت في انك شنو تساعد شخص اخر في انه يحافظ على مستواه مثلا المادي، يرجع للوضع اللي كان فيه ويتفادى الخساره حصلت له. فان شاء الله بدا التعاون موجود لكل. في مواقف حصلت لكم كذا؟ والله في اشياء كان عندها المسؤوليه الاجتماعيه. ايوه المسؤوليه الاجتماعيه، يعني انت ممكن تجي تامن وتميت الفتره بتاعت التامين نسيت تجدد، فت اسبوع ممكن تجي الشركه تكتب طلب، انا والله يا جماعه الفتره بتاعتي انتهت وحصل لي حادث، في حاجه اسمها السداد الاكرامي. أيوة. لانك انت زول اصلا عميل معانا والنسيان مع الناس، فيقوم يدوك سداد اكرامي للمطالبات. والله كتر خيركم على الكلام السمح الذكر، يعني تحياتنا لكل العاملين في شركه شيكان وعملاء شركه شيكان، عاملين لكم ان شاء الله بهذه الوجوه النيره الحلوه الجميله. شكرا لك، ازدهار وتقدم ان شاء الله. شكرا والله، نحن سعدنا بكم وسعدنا باستضافتنا في قناه النيل الازرق، ويا رب التطور والتقدم لشيكان ولين الازرق ودائما توأمة مع بعض للبلد كلها يا رب. ان شاء الله. سعدت بك جدا استاذ غاده احمد واستاذه اريجه طاهر رئيس قسم تامين السيارات واداره مطالبات السيارات في شركه شيكان للتامين. شكرا لك. شكرا لك. نلتقي مشاهدينا ولكن بعد الفاصل. هذا البرنامج إسلامي، معا نبني المستقبل. دهن الصندل جندان، اترك سحر الجندان. صلصة سعيد طعم أصيل لكل جيل. السوق دوت كوم، الأول والأوحد والأكبر. أوز، ناسك ومكانك. مصرف المزارع التجاري، ماض عريق وغد مشرق. البنك الإسلامي السوداني، تقنية متقدمة وقيم تستمر. شركة تولز العالمية للأدوات الكهربائية. شركة جياد للسيارات.